يس اوف كورس يس يس. السيارات الكلاسيكيه الكلاسيكية لانه هي تعبير عن الفخامه والرقي، والستات عموما بتحب تعيش حياه الرفاهيه والدلال، فلما بتركب هاي السيارات بتحس بانها سيده فعلا وشكلها حلو بتناسب مع اناقه المراه، مع الاشياء اللي بتحبها، واثاث من جوا فاخره جدا، بتحس حالك انه في مكان فاخر، مكان راقي كثير حلوه. Classic cars really attracts me, especially the Italian ones. I think so because I have one and it works. yeah. I tried and it worked. والله أعتقد الاثنين يعني النسوان والرجال، وبفضل السيارات الكلاسيكية خاصة بكوبا. نعم تجذب النساء. Of course, all classic things attract women, right? And what about you? Well, it attracts me too because that's where it originated, right? That's it's always nice to see the how everything evolves from classic to, you know, like to new cars, and I love classics. Yes, they do. Yeah, I love it. I love it. I prefer this one than the new cars, actually. Woman? Yes. Well, woman, كل شيء حلو. صعب. ولكن أتوقع إنه ل في كل مرحلة من المراحل، أي مراحل العمر طبعاً، إن تفرق ممكن شوي نظرة الواحد. فأتوقع أن الناس شوية الكبيرة في السن تحب السيارات الكلاسيكية، تذكرهم بالماضي. بالنسبة إذا السيارة الكلاسيكية تجذب المرأة أو لا، هذا السؤال فيه غرامة 10,000 درهم. Do you think the classic cars will attract women? Yes or no? Well, yeah. Since my baby left me, I find a place to dwell. لا. نعم أو لا؟ لا. لا. ليش برأيك؟ لان انت محتاج شيء يعني شيء حديث، شيء يعني في بعض الكلاسيكي ما فيها مكيف. يعني تبغى شيء انك ترتاح فيه. الكلاسيك انا ما اشوف انه يجذب يمكن الناس الختياريه ممكن. يا думаю да конечно нравится особенно вот такие красные Ferrari по-моему нравится. I love classic cars. You like, I mean, you to the right person. I'm all about classic cars. I think they're so chic, so classy. It's like the epoch of Marilyn Monroe, of Greta Garbo, Audrey Hepburn. It's like it's so real. Unfortunately, I cannot get one for myself because they say it's very expensive in maintenance. يعني أكيد طبعاً. لأنه أساساً نسوان هني كلاسيك كمان. Yes. Yes. It is nice. Yeah. 100% أكيد. لأنه بتعرف يعني الشاب اللي يعني بيكون بسوق سيارة كلاسيكية يعني دائما هو كلاسي، هو الفنان، هو اللي بحب النسوان يعني بغير خاص يعني. أكيد طبعا، دي حاجة ما فيش مرأة ما تشوفش زي جيمس بوند، زي يركب عربية قديمة زي ما سوى تتشد إليه. طبعا 100%. لماذا؟ لأنه شكلها أولا كلاسيكي، ونحن بالعصر هذا تعرف الإنسان عصري بيكون بس معاه شغلة كلاسيكية هيك مرتبة حلوة، أكيد تجذب المرأة. Yes. Why? I don't know. It's just about the luxury. مو بهني، مو بعنا، يمكن تبرع في الدول أمريكا ما أمريكا. أوكي. ما أتوقع هني يعني. لا طبعا. طب مش قدامها طيب.